টিভি বাংলা মানবতার সমাধান القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة لفهم الإسلام لفهم الإسلام وقد حصل الإسلام على نظرة البدن واللباس الله تعالى وثيابك قبل سورة المدسر رقم سورة أربعة وتسعون والآية أربعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق لله على كل مسلم، أن يغتسل في كل ساعة أيام، يغسل رأسه وجسده، رواه مسلم رقم حديث تسعة وأربعون وثمانمئة، وقد رغب الإسلام على صحة الأجسام وجمالها، واعتبرها من سميع رسالته، وذلك. لأن أسرع أميق في تزكية النفس وتمكين الإنسان، ولم يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجل أن يترك شعره شعسا من غير تنظيف أو تصريح أو عناية، ويلبس ثوبًا وسخة، فعن جابر قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلًا شعسا قد تفرق شعره، فقال: أما كان هذا يجد مَنْ يسكن بشعره ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسقة فقال أما كان هذا يجد رواه مَنْ يغسل به رواه أبو داود رقم الحديث 62 بعد أربعة آلاف وقد حظ الإسلام على نظافة الفم من الأسنان ويدعو على أن يعتني الإنسان لإقطاع الفطرة وتقليم الأوافر وقص الشارب والنصف الإبت وحلق العادة وغير ذلك وقد أوجب الإسلام الحرص على نظافة الطعام وعلى الإنسان أن يتخلص من كل الفلذات وآثارها وهذا يعد من باب النقاء وتطهير المسلم أيها المسلمون واهتم الإسلام إتماما بالغا من نظافة المكان البيئة التي يعيش فيها الإنسان، واعتبرها من الإيمان، فيجب على المسلم أن يكون جنديا مجندا، في المحافظة على كل ما فيه نوع للمسلمين أفرادا وجماعات، فيعين على نظافة بيته، ونظافة مسجده، ومدرسته، وطريقه، ويغرس الشجرة، ويميت الأذى، ويمات العجل طريق من الإيمان. فأنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بسء وسمان الشعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدنى إيمانه العسان طريق والحياة شعبة من الإيمان رواه مسلم رب الحديث خمسة وثلاثون وقد اهتم الإسلام كثيرا من الإنسان حسا ومعنى لجعل التهارده شرطا لكثير من العبادات كالصلاة والتواف في البيت الحرام ولأجل ذلك أمر المسلم أن يتطهر بعد قضاء الحاجة قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب حساب القبر عذبة التنزل المرعى من بول والتهارة جزء من دين المسلم مظهراً للإيمان وهي عبادة مواد شرعية ولا تنسع الصلاة إلا بها والتهارة شطر الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التهور شطر الإيمان رواه مسلم رقم الحديث ثلاثة وعشرون ومئتان وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك عند كل صلاة لأن السواك مطهرة من فم مرضاة للرب وينزل عتباء السواك قبل النوم وبعد الإستيقاظ وبعد تناول وجبات الطعام، حرص على الحفاظ على أسنان الإنسان، السواك فيه فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى، وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين الذين يكثرون من التهارك، ويحرصون على الوضوء أنهم بحرصهم على نقاء بدنهم، وضالة هدوئهم، ونظافة أعضائهم. يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء أي تبدو عليهم علامة تميزهم عن غيرهم ممن لا يتوضا ولا يتطهر والإسلام يدعو إلى نظافة المساجد والبيوت والطرقات المرافق العامة وغير ذلك، قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد سورة الأعراف. رقم السورة سبعة والآية واحد وثلاثون فيجب على المسلم أن يعرف على نظافته وجاهدي ولا سيما عند لقاء الناس حتى يراه الله يراه الناس في أجمل سورة وأشرف فيها والله يحب التجمل والتزين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال رواه مسلم رقم الحديث وعدوة تسعون أن الله مع الله في جاري من معنويات انظر مثلا إلى فريضة الصيام كيف طلب الإسلام من المسلم في صيامه أن يكون نظيفا في مظهره حيث حرم على الصائم الشد من وفي ذلك النواة المعنوية وانظر إلى الزكاة حين فرعت الزكاة الشرعة للسرية بالإنفاق الإنفاق نظياء السمعة وانظر حج حج ترى عج جعل من تمامه تدنب الرفض والفتوق والزل من وهذه قيم كلها ميزان لمعنى النظافة التي حس الإسلام على ذلك أخواني وأخواتي في الله أمر الإسلام بتثير الإناء إذا ولغ الكلب في سبع مرات من الماء كما جاء في حديث سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولع الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات رواه ابن ماجه رقم الحديث ثلاثة وستون فأين هذه النظرة الإسلامية من نظافة من نظرة المجتمعات العربية والأوروبية التي تربيها الكلاب هؤلاء الذين يتعودون الجهل أنا علم بتقريب هذا الحيوان نزل التربية في منازل والاضطجاع معه ومواكلته تبرق به إن هذا الضاجل الجهل إن كان في الجهل جنون أيها المؤمنون ومنع النبي صلى الله عليه وسلم البراد في الموارد قال التاريخ والذل وقد حذر الإسلام الشد تعزير من أعمال قبيحة يرتكب بعض الناس كالبول والبراد في الموارد المياه قدعة التريك والزل أيها المؤمنون وإذا أسبع الإنسان نظيفا في بدنه طاهرا في أخلاقه نقيا في قلبه ارتقى في منزلته وحذيا بحب الله تعالى حب عباده لطهارتي ظاهرا وباتنا وقد أشد الله تعالى على مريم عليه السلام لأنها حافظت على طهرها وتمسكت بعفتها واستحقت أن تكون بذلك من سيدات النساء العالمين الله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله استفاك وتهرك واستفاك على نساء العالمين سورة على عمران رقم السورة ثلاثة والآية الثانية وأربعون أيها الإخوة والأخوات ومن خلال هذه التعاليم يظهر لنا جمال هذا الدين الذي بلغ الكمال ولم يهتم بالروح فقط وإنما شمل اهتمامه أيضا بالجسم وكل ما يتعلق به من ملابسه وأماكن وبية ونحوها لتكتمل سعادة الإنسان في هذه الدنيا والآخرة وقد سمعنا أهمية النظافة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة وعرفنا أهميتها في حياتنا فلنحافظ على طهارة أبداننا وأرواعنا ولنحرص على صفاء قلوبنا ولنلزم نقاء سلوكنا والاستقامة في أعمالنا وفي الأخير نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الطاهرين المتطهرين اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله الأخ جزاء خيرا ووفقه لما فيه صلاح الدنيا والآخرة آمين বসন্তের বৃষ্টিতে যেমন সবুজ হয়ে ওঠে মরুভূমি তেমনি জীবন্ত হয়ে উঠে আল কোরআনের জ্ঞানের ঝন্ডাধারায় মানব হৃদয় আপনি কি চান তো জাহান জুড়ে প্রাণময় সুখময় অনন্ত জীবন তাহলে দেখুন বিশ টিভি বাংলায় আমাদের আয়োজন আলকরাদের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধিবিধান জানিন কত সুন্দরভাবে পবিত্র কোরআন অগণিত জীবনকে আলোকিত করেছে আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধিবিধান আজ রাত সাড়ে দশটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে টিভি বাংলায় ম্যারেজ ও ডিভোর্স ইসলামিক সলিউশন ও প্রবলেম heaven or hell uh, there is a misconception you choose beauty wealth family status virtue decide what you want decide your choice be sad or be happy it's your choice ডক্টর জাকেন নায়েক দেখুন অর্ধাঙ্গিনী নাতিত্তাঙ্গিনী প্রতি রবিবার রাত সাড়ে সাতটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে ডিসটিভি বাংলায় মহিলা সাহাবিদের ঈমান ছিল পরিপূর্ণ তারা আল্লাহর প্রতি খুবই নির্ভরশীল ছিলেন ইসলামে কিন্তু মেয়েদেরকে ঈদের নামাজে যাওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে নারীদের জেহাদ হলো হজ মেয়েদেরকে ডাস্টবিনের মতন ফেলে দেওয়া হয় পাশ্চাত্যের সমাজগুলোকে যারা কনভার্টেড মুসলিম এদের মধ্যে মেয়েদের রেশিও হলো সেভেন্টি তারা বুঝে পেয়েছে যে একজন মানুষকে ভালো পথে চলার জন্য এর চেয়ে এবং ইনফ্লুয়েন্স আর কোনো ধর্মের মধ্যে নাই মহিলাদের আরো অনেক পথ দেশনা জানার জন্য দেখুন ইসলামে নারী شندات ايها الاخوه والاخوات ادعو امامكم الاخت ايمن انصاري الطالبه في الصف الثالث الابتدائي ايمن انصاري ولدت في السادس من شهر اغسطس سنه 2005 فعمرها الان حوالي ثماني سنوات وهي كريمه خلقا حليمه طبعا لطيفه صوتا تساعد زميلاتها في الفصل هوايتها القراءه والرسم والتلوين وغير ذلك كما انها تحترم الاساتذه والمعلمات وتواظب على مسؤولياتها وهي تتمنى ان تكون داعيه في المستقبل وهي متاسيه باسوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تقرا سيرته وتحاول باتباع جواب بحياته صلى الله عليه وسلم ورسالتها الى الجميع انه يجب على كل مسلم السمع والطاعه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولولاه الامور المسلمين في المعروف للنجاح في هذه الدنيا والسعاده في الاخره فهيا نستمع الى كلمه الاخ ايمن انصاري وعنوان كلماتها الحياء من الإيمان أيمن أنصاري نحمد ونسلي على رسوله الكريم أما بعد أخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع الحياء من الإيمان، أيها المسلمون، لقد دعا الإسلام إلى مكارم الأخلاق، وأمرنا بأن نتحلى بالأخلاق الفاضلة، كي ننال بذلك السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، ومن هذه الأخلاق التي أرشدنا إليها الإسلام خلق الحياء، فالحياء هو خلق الإسلام، وهو مقترن بالأخلاق. وقد جاء ذكرها معا فما هو الهيا وكيف دعا الإسلام إليه وكيف نحققه إخواني في الله حقيقة الحياء هو خلق يبعث ولا ترقى به ويمنعه من التقصير في حق الحق إن شأن الحياء في الإسلام عظيم فهي حسن الفرد والأسرة والمجتمع وقد حث ديننا الحنيف على الخلق الحسن واعتبره من أثقل الأشياء في ميزان الأبد يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء رواه الترمذي رقم الحديث اثنان والفان والحياء شعبة من شعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بز وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة العذاب الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه مسلم رقم الحديث خمسة وثلاثون، والحياء زينة الأخلاق، يرفع من شأن صاحبهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لا يو في شيء إلا زانا رواه الترمذي رقم الحديث أربعة وسبعون وتسعمية بعد ألف والحياء كله خير ولا يأتي إلا بخير في أمور الدين والدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير رواه مسلم رقم الحديث سبعة وثلاثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الهياء خير كل رواه مسلم رقم الحديث سبعة وثلاثون أيها المسلمون والهياء مرتبط بالإيمان فمن نقص هياءه لم يكمل إيمانه وهو سياج منيء من الوقوع في المعاصي والمهرمات وهو علامة هياة القلب لأن اقتراف القبائل والمنكرات يذهب الهياء ويدل ولا موت القلب فعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستهي فاصنع مع شئت رواه البخاري رقم الحديث عشرون ومية بعد 25 ألفان أيها المؤمنون، إن الحياء له درجات يأخذ بعضها ببعض، فينبغي أن يكون حياء الإنسان من ربه ثم من الناس، وأما حياة من الله تعالى فيكون بفعل المعمورات، واجتناب المحظورات، والبعد عن المحرمات، وحفظ الجوارح، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذات يوم استحي من الله حق الحياة قال قلنا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ البطن وما وعاه وتتذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استهياء من الله حق الحياة رواه الترمذي رقم الحديث ثمانية وسبعون وأربعمية بعد ألفين ومقتضيات الأيام من الله تعالى أن نستخدم نعمه التي أنعم بها علينا فيما يحب ويرضى ومن هذه النعم الكثيرة نعمة الصحة والفراغ فوقت الإنسان هو آياته وعمره وعليه أن يستثمر هذا الوقت في بناء جسمه وتثقيف عقلي وخاصة أن نشأ الصغار وكيف لا نستهي من الله وحقه علينا عظيم نحن نأكل من خيره ونعيش على الأرض ونستزل بسماه فهو حق أن منه فلا يقصر في طاعته ولا في شكر نعمته وإذا كان أحدنا يخجل من الإساءة لم أن أزدى إليه نعمة صغيرة، وكيف لا يستعظم تقصيره في حق ربه الذي تغمره ألاهم؟ أيها المسلمون، وأما أياه من الناس فيكون بكف لسانه أنفهش القول وحفظ مروءتي وسمعتي عن كل ما يكل بها كالبعد عن الأذى. وترك المجاهرة بالقبيح ومخاطبة الناس بألفاظ بذية وعدم التعدب مع من يكبره أو يعلمه وهذا كله مما يقضى في مروتي ويسيء إلى سمعته ويذهب بهيائه قال الفصيل بن عياز رحمه الله القسوة في القلب وجمود العين وقلة الحيام إخواني وأخواتي في الله تعالوا نشاهد بعض الصور المثالية للحياة عند الصحابة وهذا هو صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه يقول وهو يخطب الناس يا معشر المسلمين استحيوا من الله فوالذي نفسي بيده لأظل حين أذهب الغائدة متقنيا بثوب استحياء من ربي عز وجل وهذا هو فاروق الأمة عمر رضي الله عنه يقول من قل اياه قل وراه ومن قل وراه مات قلبه وها هو الثالث الخليفه الراشد الذي تستهي منه الملائكه الرحمن عثمان رضي الله عنه قالت فيه عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الهال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تحتش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تحتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أستهي من رجل تستهي منه الملائكة أين نحن من هؤلاء الرجال الأطهار وهذه صديقه بنت الصديق زوجة الصادق والمصدوق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي هو يعجز القلم عن وصفه فتقول كنت أدخل البيت الذي دفينا فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي رضي الله عنه واضية سوبي فلما دفينا فقول إنما هو زوجي وأبي فلما دفينا عمر رضي الله عنه والله ما دخلته إلا مشدودة علي ثيابي هياء من عمر رضي الله عنه، رواه أحمد رقم الحديث ثمانية عشر وخمس وعشرين ألفا، أين أمهاتنا وأقواتنا؟ وأين الهياء؟ ونساء الأسر لا يستهين من الفضل عن الأموات، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستهي من دخول بيتها. بعدما دفن عمر رضي الله عنه ولكن اليوم مع الأسف الشديد أكثرهن يخرجن من البيت متبرجات متكشفات كاسيات آريات مائلات مميلات واني واخواتي في الله إن الحياة الذي يتطلب منا الإسلام لا يتحقق إلا بأمور أذكر أمامكم بعضا منها أولا تجديد الإيمان بالله سبحانه وتعالى في القلب فإن الحياة ثمرة الإيمان وهو شعبة من شعب الإيمان فتجديد الإيمان يقوي الحياة من رب سبحانه وتعالى والإيمان يقوى ويزعف ويزيد وينقص ويقوى بالطاعة ويزعف بالمعصية ثانيا المحافظة على الصلوات الخمس من أعظم الوسائل التي تقوي بحالها يا من الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر" سورة العنكبوت رقم السورة 29 والآية 45 ثالثا الإكثار من النظر دوما إلى القدوة الطيبة. والمثل الأعلى بالحياة وفي الأخير أقول اللهم حسن أخلاقنا واصرف عنا سيئاتنا اللهم جملنا بالحياة برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ah <gasps> সাথে উত্তম কথা বল সঠিক কথা বল সুন্দর অংশন সহনশীলতা এমন ধরনের আচরণ হবে না এমন ধরনের কথা হবে না যে কথার মাধ্যমে সে কষ্ট পাবে নাই বনায়কতা দয়াদ্রতা একজন মুমিন আরেক মুমিন ভাইকে সিহদ বিশ্বর ওয়ান্নাই থেকে থেকে বারণ করবে ইনি মুমিনের কাজ হাসান بن একজন মুমিন একজন মুসলিম উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে অধিকারী হবে কেন ইসলাম দিয়েছে ভালো আচরণের উপর এত জোর বোঝার জন্য দেখুন চরিত্র গঠনে ইসলাম কাল রাত সাড়ে আটটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে টিভি বাংলায় জাকিরের আন্তরিক বার্তা